أليس من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق في المساجد؟ فبماذا تعلقت قلوبنا؟ بطاش ما طاش وأكاديمي ستار والشاشات والقنوات وأعرابنا تنترك ونساؤنا تغتصب ينادون بحقوق الحيوانات ولا ينادون بحقوق المسلمين. هن على الله هن على الله هن على الله وهن على البشر. أليس هذا هو الواقع؟ الضاحكون في كل مكان بل قل المقهقهون وحالنا حال لا يعلم بها إلا الله.